الصياد كان وايد، يخلي معه صنيان من غبة هيك من الهند من المحيطات، يخلي معه أنواع الصيد من طرنات من تمد من تمكري من حياة كبيرة تغري الهم واسع. نسب الغبة موسمين، يجي لك في الشتاء واحد وفي الربيع واحد والباقي يجي لك خريف بعدين، ويجي فيه تمد ما الخريف حينك ما دحينه فيه تمد بس يجي لك متقل. يعني زي التمد قلنا يدخل في اليوم ممكن أكثر من 5 طن أو 10 طن أو 7 طن عن كمية اللي تدخل ذلك. ثم بعد ذلك تتفرق للمعيرين تتفرق للمصانع، كل واحد يأخذ بقدر ما يستطيع من هذه. والله من اول ما نصحى من النوم، اول ما تعقد النية من قبله اليوم، اول شيء تعقد النية انت بغيت وين، انت بغيت وين، يعني انت بتقول بكره ان شاء الله بطلع الغبه. طبعا الغبه بغت تجهيزات، بغت تجهيزات كميه بترول اكثر، بغت منك تشوف اصحابك لانك لحالك يطلعون لحالهم، لكن معانا حق لحالك ضروري تشوف اصحابك كلهم جاهزين ولا مو جاهزين انهم يطلعون الغبه بكره. قالوا لك تمام، قلت توكلنا على الله. تقوم الفير الساعة 3، تتصل على أصحابك تقول لهم يلا وقت عمل، خرجون جلسون هناك لما تتجمعون كلكم مرة، تقربون البترول تقربون المعدات حقكم، واحد يروح يجيب الهوري، طرحون معداتكم فيه كله. يلا أول ما تضرب من الطرف هنا من البحر، هاي عويله لوين الوجهة، ذاك يقول لك أخوك وين امس كانت الصيد، وين جابوه امس، قال لك على القدوم هنا، والله يقولون لك على الخور، اتجاهات القدوم والخور عندنا اتجاهات في البحر. والله دحين بالوسائل الالكترونيه حق دحين يقول لك كم رقم الديره وكم الميل بالجهاز، كم يقول لك الميل كده كده والديره كده كده، شيل الجهاز حقك الجي بي اس من مطلعك تو، تغسل الجهاز ويعطيك رقم الديره اللي كان امس اصطادوا فيها ونطلع فيه. اول شيء تمشي لك ساعتين تقريبا في الغدره الى قرب صلاه الفجر. لا الهريه كان نفرين يطلعون فيها بس، انزال 3 انفار، لكن الاكثريه 2 وبعضهم 1، بس مكاين مش بعيده يم ما دحين معدات معهم هودي، كان كلهم قاديف مكاين قريب يروحون، كان الراس فرش قريب هنا قريب المراكب عند المراكب هذه مطرح المراكب بعرضها 60 حوالي 50 متر 70 متر، المرحوم مكاين قريب يصطادون فيه ويخرجون يبون كل ما كتب الله، يعني من كل من داهمي 100 صيد يبون المقاديف، اول كان المقاديف ماشي مكاين طويل حتى مكاين واحد ماشي. المعدات اللي نستخدمها في البحر، نستخدم الكارنون هذا الحبل اللي نربطه في معدة اسمها يقولون لها السحبة، هذه السحبة فيها تكون 2 رصاص وفيها 2 دواوير، وتسوي لك 2 رصاص و2 دواوير وتلاقي لها وتر ما بين الرصاصة والرصاصة، تلاقي لها عدة حقك بعدين، هذه العدة بعدين عند عملك انت، إن كانك ما تشتغل تمد له عدة، وكانك بتشتغل مثلا شروه وزينوب لعده، وبعدين العده تكون الا خيط باقي طعم، الطعم بعدين زي ما يرغب الصيد هو، انت عندك عده طعوم، والطعوم ما شاء الله تبارك الله الحين الشرك وفرت كل شيء ان كانوا اشكال وانواع من الحبار الى اصغر صيد وفرته، يعني صممته. وبعدين انت تشوف الصيد هناك ايش من نوع الصيد وايش الوقت اللي انت فيه تختاره، فهمت كيف؟ عن ايش من الوقت اللي تختار فيه الطعم هذه، لانه كل طعم بعض الاحيان يختار وقت معين، وتصطاد مثلا ما اكل معك بهذا اللي نكلمك عليه السحبه، ما اكل معك انت تقوم دور له وسيله اخرى، مثلا تلقي له
وتر كده وتصلح له فوق يعني فوق طايفه في الماء صالع قول نحن نقولها صالع وتشتغل به. ما كل معك تدور لك صيد حي يعني كم ال يقولون لها ساردين العيد اللي يدب تعطيه حي مشان ياكل الصيد. اذا كان معك اذا ما كان معك سلم الرحمن كلهم على السلامه وانت تشوفه كله يقفز هنا عندك وهنا عندك هنا عندك تقول له السلام عليكم ورحمه الله ما اكلت اليوم. سبحان الله بعض الاحيان ما ياكل الصيد تخرج منه بل انه بعض الاحيان ما ياكل في موقع تشوف موقع منك مثلا ميلين ثلاثه ميل ياكل الصيد البعدات يعني زي ما نقول لك وثر وسنانير والماكينة طبعا على حسب الشغل اللي بتشتغله يعني بغات الغبة يجيب لك تنتين مكاين أولى واحدة ماكينة كبيرة يكون معك جهاز اتصال من الأفضل أن إذا كان عندك واحدة ماكينة يكون معك أقل شيء تريا والله جوال لي بس تريا يكون أفضل لأنه داخل في الغبة ماشي اتصال التريا بيوصلك حيث ما بغيت. هو اللي يطلع في الهواري الساعة 2 في بعضهم يطلعون بعد صلاة الفجر يطلعون إلى قول ما يكتب الله لهم سبحانه وتعالى من أرزاقهم وعادتهم في بعضهم يعودون لك إلى الله محمد رسول الله بدري الساعة 8-9 حد في ديرسكم أصحاب الغبة اللي يطلعون أصحاب الثمد اللي يجيبون سماك التونة يجون لك آخر الليل حد يعني حد الساعة 10 بالليل حد 11 حد 9 يعني هكذا والرزق وكلين برزقه من الله سبحانه وتعالى ويجيب الصياد اللي الصيد يطلعوا للحراج. هنا في الحراج يكون في جمعيات في تبع جمعيات تبعها محرجين يحرجون لهم الصيد في حسب نوعيته الصياد ايش من جمعيه تبع ايش من جمعيه يقوموا متحرجين له الاسماك يبيعونه في معيرين عندنا في شركات تجي تحمل الصيد حسب الانواع. والله القوارب مختلفه في بعض قوارب كبيره 9 تتين مكاين كبيره يعني 2-60 بل انهم يطرحون الى فوق 100 خيل من فوق القوارب الكبيره. لكن احنا شلينا القارب الوسط بعد شغلنا هنا في المكلا اكثر الشغل صياده تقليديه مش يعني زي اصحاب الشحر او اصحابنا يشتغلون زي اصحاب الشحر بس نحن عندنا عن احنا ماسكين حق اول عقول ماسكين شغل اليد كده وشغل اما دلاق يشتغلون بالصني وما شاء الله منهم ما شاء الله قوم في الهوري لكن نحن نشتغل لك 2-3 انفار موجودين. ونطلع البحر بالهواري هذه الان شغل تمد والله شغل الخم نطلع من الصبح نتوكل على الله من الساعه 3 الفجر مشان نقطع المسافات لانه مسافات بعيده نخوضها حوالي تمشي لك 3 ساعات 2:30 اول شيء لما توصل الأماكن حق اللي يعبر فيه الدلافين لأن الصيد كله الآن مع الدلافين شغل الغبة شغل التمد والدلافين يوم تحصلها ويوم ما تحصلها بعض الأحيان كل يوم تكون موجودة لأنها سيارة الدلافين مش في محل واحد والله كده وتدورها إلى تحصلها يوم تحصلها إن شاء الله تشوف الخير فيها يتزقل من كل مكان والصيد الكبير بعض صيد كبير يعني يوصل لك إلى 100 كيلو الحوت وبعض صيد صغير بس نحن متعودين الآن هذا في الوقت هذا في وقت ما بعد الصيف قرب الخريف يكبر حجم الصيد يعني يوصل لك إلى 170-160 كيلو يعني أحجام كلها عقول إن إحنا ما تحصل لك واحد خسار صغير ما تحصل لك واحد كله ما شاء الله كبير ويبدأ الصيد هذا فوقه يعني يوم نحصله نصطاده مثلا بالعقول إن إحنا بالندغة ندغله نلاقيله كده شاكيل وفيك ما يا ابو علم تطور يقول له صيد كده بس اللهم ربلي على تشكيله الصيد ونصطاده بها وجعب قراطيس صدق نحن بالقراطيس هذا نصطاد صيد تمد بالقراطيس نقطه بالقرطاس كده ونخليه له طويل ونعصبه فيه في العده ونصطاده اللي يشوفه يعني اللي واحد من برا مجال البحر مجانين تصطادون بقراطيس لكن هو التمد يحبه القرطاس تشتغل ما شاء الله وتجيب لك حوت اكبر من حوت جيب لك يوم كده على حسب رزقك بعدين اللي تجيبه انت بس معانا الصيد الكبير معانا يكون
في تطليعه يعني انت لحالك تقريبا بعض احيان تتعب لانه هو قاسي. تشوفونه في ناشونال جيوغرافيك شوف كتول العنيد هذا عنيد فعلا عنيد. نحن كصيادين نشوف عنيد يعني ما يطلع معكم سهل الاثنين وفار. بس سبحان الله تيسير من الله عز وجل فيه وسائل سخرها الله لمساكين هاي مثل في دحين افتكار جابوه طبعا ما هو من عندنا من قد شرق هناك زي الافتكار يعني من الشحر وهناك يسوون زي الوصل الحديد داخلها رصاص وفيها كده زي الشكاكين وفيها اثنين مقابض هذه نخريها في الوتر نربطها في الوتر بالمقابضة وننزلها له لتحت هذه تعمل ايش؟ تعمل انها تخرج الان عند الحوت الكبير طبعا الصغير ما نسوي له لان الصغير صغير خلاص تطلعه بسرعة اما الكبير هو اللي يعاند تخري لما عنده وتشكه هنا في عينه تم يشكته في عينه طبعا انت لو كان شيء في عينك ما بتقدر تصحى تم يكديك ملمدوي ونفس الصيد هذه نسوي له نفس الحركة ويطلع وعلى طول تجيبه يعني الحمد لله بتيسير من الله عز وجل والله ونصطاد ونطلع لك الأولي لربك يسر طلع لك الثاني بعض أحيان القارب هذا تشوفه لما فوق وبعض أحيان كنت تخري لك بحوت ولا بحوتين وبعد ما تخري بعدين تحس بالمخرايك يعني انت بتنزل من هناك ساعات يكون لك 70-60 ميل 80 ميل يعني يكون مخرايك 4 ساعات 3 ساعات ونص طبعا انتوا منكم نحن مننا تقريبا 3 انفار نتعاقب طبعا في سواقة الماكينة يعني انت الربان اللي موجود في الهوري عليه ينتبه لكل شيء ينتبه للبحر سبحان الله كانت ضربة جاية في البحر والله كدي جاية في البحر يكون منتبه الربان البحرية عليهم بالعمل يشتغلون لكن الربان يكون منتبه في أغلب الوقت يكون منتبه لحركة البحر يكون المعدات اللي معاه كمية البترول يعني أنت الصيد لعبك مكاين بعيدة وأنت كمية البترول قليل عندك تكون منتبه هل البترول بيوصلنا ما بيوصلنا يكفينا ما بيكفينا تكون حريص حتى على الجماعة اللي معك طبعا هم بيكونوا حريصين عليك وأنت تكون حريص عليهم من شيء خطر في الهوري من الوتار من الصيادة بعض الأحيان يكون لك واحد شوية عنده قليل عرف يصطاد ويدحق الوتر اللي يصطاد فيه لأنه صيدنا بيداتني يدحق الوتر يوم ينتع الحوت يقبض الوتر في رجله والله في يده ويسحبه معاه وكمين قصة حصلت على كده وناس خرجوا معاه لتحت وبعضهم ماتوا بسبب منه تكون أنت منتبه طبعا أنت الربان تكون منتبه حركتهم فعالهم كيف العمل العمل طبيعي ريض خلاص عمل تشوفه يا ولاد انتبه يا ولد تعدل وهم طبعا اذا كان شيء عندك غلط ينبهونك لان يعني الواحد ما يكمل الوقت الاولي في كان حكم للبحر يحكمونه ناس مقادمة لهم صلاحيات من الدولة هو يحبس وهو يفك وهو يحكم البحر لانه عارف ضمير البحر ايش اللي يعطي البحر وايش اللي يصلح البحر في ناس من حي الصيادين في ناس من حي الشهيد ناس عقال طرحونهم أقول لا وانت تكون ممنوع الصني هذه ممنوع الغليف حقه الا في وقت مخصص الصبح بعد ما تصلي وتخرج تشيل غثة تصني وتطلع بعد هذه ممنوع العصر ممنوع الغليف تتاخر في البحر يوم يمعى والله شيء ها المقدم هذا يحمل البحر المقدم يحيرك يقول لك انت موقف يومين أو يوم من البحر تعصي أمره يجي معه يندي راح داخل لأن معه صلاحيات من الدولة الدولة ما له شيء بالبحر لهذا كانت البحر والصيد والرزق مليان أي مكان تروح تحصل رزقك ما شاء الله مليان ما حد ما يحصل شيء صيد نكد الحين أصبح خاوي تعب ضرة القشار صيد شباك يعني شباك هذا صنع كله وثارات إسرائيلية يطرحونه على المرعى فوق القشار يدخل فيه الصيد خم في بعض الشباك ترسخ في القشار يجي بغى يطلعها ماسكه يطلع نص فيها نص تمي في المراعي يعني تعطل القشار هذه لكن دحين معدات ممنوع اسمه ممنوع ماشي فيها سخاوي برضه انقرضت حتى العزاز دحين
كانت مليانه تقدر تعين في الساحل تحصلها تنتين وثلاث اربع. الحين ما تحصل حتى واحده لان انقرضت بسبب السخاوي. تروحون السخاوي تبيض في السخاوي تم يستخبى بيض. شوف العنب هذه زي العنب الان السخاوي بيض. يشلون انسان يطلعونه من البحر الى اليبيس يبون مثمر يفهم هذه قيمه الحبه ايش قيمتها؟ حبه البيضة ويخرجون يوم ملايين البيض. الواحد معه 100 استخوه حد بعضهم 120 استخوه يطرحن على مستوى القشران هذا كله. اليوم يطوف 30 استخوه باقي 60 معه خليها ثاني يوم بس طاف لك نحصل البيض هذا كله. يشيلون البيض عادهم على كذي يطلعونه لما اليبيس هو السخاوي وينفضونه. هذا ضر اما بتربى بتكبر بتخري بالسلامه وايدي معاش انقرضت. ما تتمي اللي في القشار الا اللي في الغيران اللي ترعى البيوض حقها هي اللي تخري اخر الحياه بسيطه. هذا نحن نقول ضر حط البحر. هذا اول كان ممنوع؟ لا ما هي ممنوعه. من بغى شيء الحين يلقيه. معك شباك في القشار فكه. احب اقول لك من هنا معك صخوه في القشار تعطيه توك. ناس مش هالبحر ياو بعطي البحر بسبب السخاوي هنا. حتى العزاز الحين انقرضت. هذه الحبار انقرضت بسبب هذا السخاوي. يطلعونه هو البيض. وين الثروة السمكية من هذا؟ وين الابحاث من هذا كله؟ الحبة البيض لأهمية الحبة البيض. لكن يطلعون ملايين البيض. على مستوى شريط الساحلي هذا كله شله من شرق لما غرب. هذا نحن نقول خطأ. وهذه بينقرض في بعض وقت بينقرض. الواحد كانوا في نعمة على قول ذاك يرعاها. قلنا نحن البحر يأتي إلى البحر يذهب إلى البحر فيأتي بالأسماك هذه يوصل هنا تنين الظهر تنين ونص المغرب العشاء ما له وقت متحدد عن طريقة مسافة الطريق. أول ما يوجد هنا في محريين موجودين في الحراي في جمعيات موجودة تلقي إلى البحر لا مخصصة إلى البحر وفي جمعيات مخصصة للمعيرين. كل واحد له شغله في عمله. فيأتي البحار لعمله فيطرح هذه الأسماك في الحراي فيقومون بعملية الحراي. ثم بعد ذلك إذا اتفقوا على الأسماك فيأخذ هذا يا أما تأخذ المعيرين هذا السمك ويأتي به إلى سوق الأسماك ويبيعه وأما تأتي بالمصانع وتأخذه إلى المصانع. الحراج لما أقول لك الحراج طريقة الحراج لما يطلع الصيد إيش من أنواع الصيد؟ في بعض الصيد في نوع يعني انواع في صياد يجيب لك مثلا ثلاثة اربع انواع مش نوع واحد. في نوع لا نبعطيك مثلا طريقه حق ثمد. الثمد يجيب لك صيد يجي لك لوري لا ما شاء الله تبارك الله صياد رزقه ربك ب100 حوت. الصيد ما يجي كله صيد واحد. الصيد عمره ما يجيك نوع واحد قياس واحد ما يجي قياس يختلف حسب القياس حسب الاحجام الكبر هذا الكبير اللي بعده حسب ما اغرنه يكون تبدا الحراج على ايش؟ على الكبير على حسب رغبه المشتريه المعيرين رغبتهم ايش يريدون. هذا تبدا بالحراج واحد تبدا طريقه الحراج المزايده اخر سعر يوقف عليه مثلا وقف الحراج عند هذا السعر وقف الحراج. انت المحرج شاور الصياد قول للصياد الله يبارك على الصيد وقف كذا وكذا. لو كان مش سعره لا قال عاده لو قال لا عاده طالب الله يقول له لا يصلح نصلح على المشتري. إذا قال الله يبارك الله يبارك نبدأ بغيره. هكذا طريقة الحراج. ندعي وجهات النظر المختلفة ونناقشها معكم. نبحث عن الدلالات ونخوض في التفاصيل. فضاؤنا بلا سقف ومساحتنا بلا حدود. فضاء حر على شاشة بلقيس.
بالنسبه للاسماك المقلي والصياديه، في ناس هذه الايام ترغب الاسماك زي التمد، لان التمد هذه الايام يرغب، لان الناس تفعله شربه وتفعله صياديه. الناس خصوصا مدينه المكلا هذه الايام يحبون الصياديه، والتمد يكون حكمه كبيره للدقه والسمبوسه والشربه، الحياه كثيره. اكثر الناس اللي تحب الايام هذه اكثر الايام انه الصياديه، وفي ناس تكون شرغات كمثل الصيد المقلي الحصيحصة والبابوصي والزرية، كثير الأسماك تحبها تكون مقلي. وأما البياض تكون زي الشرغات الغودة، ولا لما يكون عندك شخص مغترب أو شخص جاي من مكان بعيد فتهتم به تجيب له صيد يعني حاجة يليق به، كمثل الغودة كمثل الغلس كمثل الديرك، هذه هي الأسماك تفعل دهرة. وأحب وأكثر الأيام برضو البدو يجون من الوديان يحبون التمكري أن يكون دهرة. مواسم الصيد طبعا يبدأ من الفتوح، الفتوح يبدأ من شهر 10، هذا يبدأ يخرج الصيد، يبدأ فيه يخرج الصيد الزنوب والتمد والشروي، يفتح البحر. احنا عقولنا يفتح البحر من كل خير يجي بإذن الله طبعا، لكن احنا متعودين وهذا، ويبدأ يلقي لك يعني هذا الموسم كله إلى شهر 12، شهر واحد بعدين يقع فيه موسم متقطع 2، 1، 3، بسعد إنها تيجي شتوات، بعدين الشتوات يقل فيها الصيد، يقل فيها شوية وتجي لك موسمها متقطع تمد. طبعا نحن شغلنا دحين أكتر وتمد. موسم الغبة موسمين، يجي لك في الشتاء واحد وفي الربيع واحد، والباقي يجي لك خريف بعدين، ويجي فيه تمد. ما الخريف حينك ما دحينه فيه تمد، بس يجي لك متقل ويعني، ونحن نقول لا ينقطع خلاص بينقطع، حتى اغلب الهوار الكبيره تشوفها كلها فوق مرفعه فوق، يختمون لك يعني ناس بسطاء بس انهم يروحون الغبه ومسابلين باعتبارهم، مو هو تقول موسم مؤكد مؤكد، الموسم ذاك يجي لك بعد شهر 10 في واحد في اثنين، هذا الموسم الصحيح. واشتغلت ونسني حوالي تقريبا 16-17 سنة من بعد ما كملت 7، وكنت من قبل 7 كنت نمارس الصيد، نمارس كده مع أبوي مع أخواني الكبار. من بعدها انتقلت وأبوي جاب لي قارب صغير وبديت في مهنة الصيد. ومن بعد 7 خرجت من المدرسة، طبعا الظروف كانت المعيشية شوية قاسية، وعلى أنه الرغبة في التعليم قل صراحة، لأنه عشق الصيد هنا عندي كان أكثر. حالد أنه وصلت الآن الحمد لله، كنا صياد بتكامل بفضل الله عز وجل. بدأت مهنة الصيد بقارب صغير، هذا القارب الصغير كنا نروح عند الأسماك الصغيرة هذه مثل الزينوب والشروة والصيد الطمكري، بدأنا أبو بسعد هذا يكون الواحد لما يتمرس في مهنة الصيد يكون أفضل إنه يروح أول شيء عن هذه الأسماك، عشان إذا كان يريد في المستقبل إنه يتخطى مثل التمد والأسماك القرش وكده أول شيء يبدأ بالصغير. أنا الحمد لله من فضل الله أبونا علمنا إحنا إن إحنا نبدأ بالصغير أول، نوصل إلى مرحلة نحن بعدين نتخطى للكبير. انا عمري حوالي 50 سنه في عهد القعيطي، وانا رغبه عندي البحر وشعوري كله البحر، شفت وانا بحر كانه نبدا مني، يعني نحس براحه تامه. 50 سنه لي تقريبا او اكثر 50 سنه،